بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس تعليمية على الهواء مباشرة، ودرسنا لهذا اليوم هو مادة اللغة العربية. جاء في فضل طلب العلم والسعي إلى طلبه باستمرار. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم، يعني من خروجه من بيته إلى مكان طلب العلم. وإن شاء الله أنتم من طلبة العلم وتستحقون هذه المكافأة، وإن شاء الله تكون مكافأتكم هي النجاح والموفقية في لله، إن شاء الله عملكم لله. معنا في الاستوديو كل من الأستاذين الفاضلين، الأستاذ رعد الهلالي من إعدادية عثمان بن سعيد، أهلا وسهلا بك أستاذ. والأستاذ عبد الأمير الموسوي من إعدادية البلغاء، أهلا وسهلا بك أستاذ. بداية أستاذ رعد، كما هو معلوم بالنسبة مادة اللغة العربية متشعبة وبها القواعد والأدب والإنشاء، وبالنسبة لموضوع القواعد عندك مواضيع مختلفة في مسألة النفي، أساليب النفي والاستثناء وإلى آخره. قد هذه يعني هذا التنوع قد يشعر الطالب، خاصة في هذه الساعات المتبقية لأدائه للامتحان إن شاء الله يوم غد، يعني يشعر شوية بالارتباك والقلق والخوف. بس أريد من عندك فت كلمتين حلوة إن شاء الله، اطمئنانية، اطمنة للطالب، أبنائنا اطمنهم إن شاء الله تكون الأسئلة يعني معروفة، يعني مثل ما كل سنة نمطها معروف، توضحها أستاذنا إن شاء الله. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء شكري وتقديري لكادر قناة كربلاء الفضائية من مخرج وعاملين ومصورين، كذلك الشكر والتقدير للأستاذ علاء وبمعية الأستاذ القدير أستاذ عبد الأمير. إن شاء الله راح نوضح بعض الأمور اللي يستفيد من عدها الطالب إن شاء الله. وابتداء بما أنه اللغة العربية عندنا القواعد وعندنا الأدب وعندنا الإنشاء، أوصي الطالب بالامتحان يوم غد إن شاء الله أن يبدأ بالجواب عن أسئلة الأدب. أبدأ بقراءة الأسئلة، أبدأ كما قلنا بالأدب، ثم أذهب إلى القواعد، ثم أذهب إلى الإنشاء، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأسئلة راح تكون إن شاء الله إن شاء الله واضحة وسهلة، فما لديك إلا أن تتوكل على الله وتجيب عن الأسئلة. وحاول قبل أن تسلم الدفتر أن تراجع ما كتبته، الأفضل، وإن شاء الله التوفيق لجميع أبنائنا الطلبة. أحسنتم أستاذنا فاضل. أستاذ عبد الأمير، في مادة اللغة العربية قلنا إحنا الأسئلة تكون يعني مختلفة تجاهها، أكو كثير من الطلاب يعانون من مسألة الإعراب، موضوع الإعراب وهذا، يعني دائما بالأسئلة الوزارية يجي سؤال مثلا يقول له مثلا هناك مثلا معنى في هذا، يعطي مثلا آية قرآنية أو بيت شعر يقول له يعني بهالمعنى هذا، دل عليه مثلا كذا دل هذا، أو مثلا ما نوع ما مثلا موجودة إلى آخره. هذه قد يشعر بها بالخوف، أريدك تطمن أبنائنا الطلبة على هكذا أسئلة وشون يكون طريقة التعامل معها. تفضل استاذ. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتمحو بها خطيئتي وتقضي بها حاجتي. طبعا في بداية كلامي استاذنا العزيز، لابد أن أتقدم بخالص شكر وتقديري لفضائية كربلاء الموقرة وكادرها المميز الذي كان ولا زال قريب من
من بيت كل عراقي وخاصة أبنائنا الطلبة، والوقوف بجانبهم في رسم مستقبل زاهر لكل طلبتنا الأعزاء. والشكر موصول إلى جناب الدكتور علاء نصر الله والأخ العزيز أيضا الأستاذ القدير رعد الهلالي. طبعا أحب أن أبث بعض الكلمات إلى طلبتنا الأعزاء، أقول لهم عبر نفحات النسيم وأريج الأزاهير وخيوط الأصيل، أرسل لكم أحبتي طلابنا الأعزاء باقة زهور ملونة بألوان المستقبل المشرق. اليوم تخطون بأناملكم الذهبية مستقبلكم، إذ يصبح الحلم حقيقة عندما تقف بقدم ثابتة لتحقيق حلمك بعزيمة وإصرار على النجاح الباهر. حان وقت الحصاد، لا تتردد ولا تجعل الخوف يتغلب على نجاحك وتفوقك على مدار سنة كاملة من الجهد والاجتهاد. أنت أبليت حسنا طوال عام، فكن قويا حتى تكمل مسيرة النجاح وتحقيق حلمك، فكن قويا لتكمل مسيرة النجاح. وعندما تشعرون بالتحدي، تذكروا أن كل جهد تبذلوه اليوم وغدا هو بذرة تنمو لمستقبل أنتم تصنعونه. تذكروا أحبتي طلبتي الأعزاء أبنائي أنكم قادرون على تحقيق أحلامكم، ولا تنسوا أن الله قريب عليكم، وحاشا لله أن يضيع تعبكم. كونوا واثقين أنكم أبطال وتتخطون هذا الطريق وأنتم واثقون الخطى إن شاء الله. بداية أستاذنا العزيز، إحنا طبعا العفو أدي تعقيب على ما تفضلت به أبنائنا الطلبة. أيضا أكو ملاحظة نبه أبنائنا الطلبة أعزائي، يعني بالنسبة للامتحانات، امتحان السابق أو امتحان الآن إن شاء الله يوم غد إن شاء الله، يعني أكو بعض الطلاب كل واحد أدى مشكلته الخاصة، كل واحد أدى ظرفه الخاص. لا يكون أنا كطالب قاعد بالامتحان وأشوف أحد الطلبة مسح الدفتر وطلع، أنا ما نقول عد هاي أكيد بها شيء كذا. أنت خلي سألك ثقة، سألت تقول جبتها على الثقة. الثقة بالنفس ضرورية، أنه يكون الطالب عزيز الطالب عندك ثقة بنفسك، لا أنه تشوف واحد طلع ترى سنتي تطلع وتعيف يعني تمشي على الخطى اللي خطاها هذا الشخص. إذا هذا الطالب عنده ظرفه الخاص، إحنا ما لنا علاقة به، أنت عليك بنفسك. هذا أرجو يعني هاي يعني أكمل على كلامك. يعني أعرج على كلامك دكتورنا العزيز، إحنا لاحظنا في امتحان الإسلامية حسب يعني ما وردنا من بعض الطلاب أنه نصف القاعات فرغت من الطلاب والطالبات، وهذا الأمر أنت المفروض أن تكون بعيد عن ما يحدث أمامك من تصرفات غير مسؤولة من بعض الطلاب. يعني أكو بعض الطلاب يعني مثلا والله يعني يحل الأسئلة، يعني يحسبها أنه وصل إلى درجة 90 فيمسح الدفتر ويطلع، لكنه هذا الأمر لا يأثر على الطالب. من حيث أنه يحسب حسابات أنه حله قاعد يحل خطأ، لا بالعكس، أنت واثق من حلك وأنت واثق من إن شاء الله خطواتك اللي أنت تخطيها أثناء الامتحان وإداء الامتحان. فابتعد عن كل مؤثرات حولك وحاول قدر الإمكان أنه ترسم مستقبلك بخطى ثابتة. المطلبة من طلابنا أيضا أستاذ، يعني المفروض من الطالب أن يقرأ الأسئلة أكثر من مرة حتى يحدد يعني الأسئلة السهلة ويبتدي بها، ومن ثم يبدي يتدرج بمن نحو الصعوبة. أغلب الطلاب يعني يقرأ الأسئلة ويبدي يتناول الأسئلة سؤال تلو الآخر، يعني ما يرتب إجابته. فاللي ينطلبه من الطلاب أنه يعني هذا الدباغ البشري هماتين أساسا يعني هو يعني مرتب ومنظم حسب يعني جدولة معلومات، فحاول قدر الإمكان أنه تقرأ الأسئلة وتشخص الأسئلة السهلة اللي تقدر أنه تحلها بسهولة، ومن ثم تتدرج نحو الصعوبة. بعد اللي أطلبه من الطلاب أنه العناية بالخط، يعني أغلب الطلاب ما أدري سرعة أو يعني على يكون على عجالة، فراح يكون خط الإجابة غير واضح، وهذا الأمر راح يأثر جدا، يأثر عليه من على إجاباته. لأنه بعض الطلاب هم جدا ممتازين
وإجاباتهم جدا دقيقة، لكنه خطه غير واضح، لذلك ما ينقرأ فراح تأثر عليه من على درجته. فأوصي طلابي أنه تعتني بهذا اليوم بخطك، بهذا اليوم كن خطاط وعندك يعني وقت كلش كافي، 3 ساعات كلش كافي. فنتمنى التوفيق إن شاء الله لكل طلبتنا الأعزاء. أحسن حياة أستاذ، شكرا جزيلا. عفوا أستاذ رعد، عندك أنت كان ملاحظة تذكرها في الدرس. نعم. بس قبل ما خلي أنبه أبنائنا الطلبة أننا نستقبل أعزائي الطلبة، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. العفو أستاذ، بالنسبة لهذا تحتاج سبورة؟ تفضل أستاذ. أعزائي الطلاب، أسلوب النفي، كل الأساليب طبعا، أسلوب الاستفهام، أسلوب النفي، أسلوب التقديم، أسلوب التعجب، كل الأساليب راح تجي بالامتحان الوزاري، ولكن أسلوب النفي ممكن أن يكون أكثر أهمية من بقية الأساليب الأخرى. لذلك عندي بعض الأمور المهمة جدا اللي ممكن أن نستفيد من عدها. السؤال الذي يأتي يقول: ما زمن الفعل المنفي؟ أسئلة متكررة دائما وفق هذا السؤال، يقول: ما زمن الفعل المنفي؟ فعندنا هذا الجدول البسيط اللي ممكن راح تستفيد منه كثيرا. قل: ما أداة النفي، ما زائد فعل مضارع. ما زمن الفعل المنفي في هذه الأداة؟ فعل مضارع أقول الحال، زمن الفعل راح يكون بالحال وبدون قرينة. الأداة الأخرى إن النافية أيضا يأتي بعدها فعل مضارع، فعندما يأتي السؤال يقول: ما زمن الفعل المنفي؟ أقول الحال أيضا وأيضا بدون قرينة. العفو أستاذ، ممكن نأخذ اتصال معانا تبارك من بابل، تفضلي بابا تبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بابا. أنا بس أدي 3 أسئلة. تفضلي اسألي. أول سؤال، عندنا بالنداء بالكتاب عندنا صفحة 151 الجزء الأول بالتمارين. العفو، التمرين الرابع في التالي: منادى منا مضاف وآخر شبيه بالمضاف، استخرجوهما مبينا وجه الشبه والاختلاف بينهما. احنا شنو الشبه والاختلاف بين المضاف؟ شنو اكتب الجواب يعني نصا؟ بالله خليك تعيد السؤال. تعيد السؤال بابا. عيد صفحة بالكتاب بالجزء الاول 151. نعم 151. نعم اي. التمرين الرابع. التمرين الرابع. نعم. استخرج هاي مال المضاف والشبيه بالمضاف، استخرجهما وبين وجه الشبه والاختلاف. نعم. هنا ايش اكتب بالضبط يعني؟ نعم تقول ايش اكتب بالضبط وبعدين نجاوب عليه. نعم. هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، اكو مره اجى بالوزاري هذا السؤال، يمر الي اجعل استبدال هل بالهمزه ممكنا؟ زين هنا الهمزه مو داخله على جمله رئيسيه، فايش نستبدلها لو اكو حل اخر؟ اجعل استبدال الهمزة، استبدال الهمزة بهل ممكن. نعم تمام. بعد أدي السؤال الثالث، سؤال الثالث وزاري. نعم. أمور يضحك السفهاء ومنها ويبكي من عواقبها اللبيب. نعم. في الجملة الفعلية يضحك ويبكي بما العاملة محافظا على المعنى. عيدي بالله السؤال الثالث الأخير. أمور ايه أمور يضحك السفهاء ومنها ويبكي من عواقبها اللبيب. نعم. في الجملة الفعلية يضحك يبكي بما العاملة محافظا على المعنى. في الفعل يضحك ويبكي. نعم ويبكي. بما العاملة محافظا على المعنى. بما العاملة محافظا على المعنى. نعم. المعنى. ماشي. إن شاء الله. ممنونين ممنونين إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نكمل.
أو عون من بغداد أو عودة من بغداد. تفضل. السلام عليكم أستاذنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله, الله على هذه الجهود. الله يعطيك العافية. معك أستاذ عودة كاظم الحسني مدرس اللغة العربية في فضائية العراق التربوي. الله يحفظه يا أستاذنا الفاضل. أعضاء لجنة وضع الأجوبة النموذجية. أحسنت. في مركز الفحص. الله يبارك فيك. حبيت أن أوجه من خلال فضائيتكم الكريمة. نعم. بعض التوجيهات لأبنائنا الطلبة. أشكرك تفضل. بما يخص الجواب. نعم. أوصي أبناء الطلبة أن يعتمدوا الكتاب المنهجي. أي بالضبط. لجنة وضع الأجوبة وأنا أحدهم سابقا, حاليا أنا متقاعد. نعم. نعتمدوا الكتاب. بلي. إن لم يكن الجواب مطابقا لما ورد في المنهج فلا خير فيه ولا يؤخذ به. أما ما يذكر في بعض ما يسمى بالملزمة, وأنا لا أدري من أين جاءت هذه التسمية, لماذا يلزمون أبنائنا الطلبة بشيء غير منهجي؟ أحسنتم. وهذا نفس الكلام قالوه الأساتذة. نعم. يا أبناء الطلبة اعتمدوا الكتاب وإن شاء الله ستكون النتائج طيبة وتحقق لكم طموحاتكم. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. أشكرك أستاذنا الكريم. شكرا أستاذنا الفاضل على هذه الكلمات القيمة, وإن شاء الله أبنائنا الطلبة يأخذون بها. ونشكركم مرة أخرى أستاذنا الفاضل, بارك الله بك. عفوا أستاذ, احنا أخرناك. تفضل أكمل أستاذنا. كما قلنا عزيز الطالب, قلنا ما زمن الفعل المنفي, قلنا ما زائد فعل مضارع, قل ما زمن الفعل الحال وبدون قرينة, كذلك إن النافية أيضا الحال وبدون قرينة. لن أداة النصب زائد فعل مضارع المستقبل وبدون قرينة. الأداة الأخرى لا زائد مضارع زمن راح يكون الحال والمستقبل. هذه الأداة تحتاج إلى قرينة لنفي أحد الزمنين. الأداة الخامسة أنا أعتبرها الشاذة, أقول اللي هي لا الدعائية اللي تدخل على الفعل الماضي, وهذا أيضا راح يكون الزمن في المستقبل. وعزيز الطالب, هذه اللا الدعائية اللي تدخل على الفعل الماضي فيها شروط, أن لا تسبق بنفي ولا تتكرر مع الفعل الماضي ولا ترد إلا في سياقها. يعني مثلا أقول لا فرق الله فيما بيننا, هذه اللا الدعائية دخلت على فعل ماضي لم تسبق بنفي ولم تتكرر إلا مرتين مع الفعل الماضي ولم ترد إلا في سياقها. هنا السؤال, إذا جاء وقال ما زمن الفعل المنفي, أقول زمن المستقبل, وهذه من الأدوات الشاذة أعتبرها. عندنا أداة النفي الأخرى لم, إذا دخلت على الفعل المضارع يصبح الزمن في الماضي. والأداة الأخيرة اللي هي لما أيضا تدخل على الفعل المضارع راح يكون الزمن الماضي المتصل بالحاضر. هذه الأدوات مهمة جدا عزيز الطالب في إذا جاء السؤال وقال ما زمن الفعل المنفي. تقريبا كل الأدوات موجودة. الزمن الحال عندنا الما وإن, زمن المستقبل عندنا لن ولا أيضا ممكن أن تأتي للمستقبل مع قرينة, وممكن تأتي للحال مع قرينة, لكن إذا لم تأتي معها قرائن أقول هذه زمنها الحال والمستقبل. اللا الدعائية التي تدخل على الفعل الماضي, وهي تقريبا ألاحظ الأفعال الموجودة عندي كلها أفعال مضارعة ما عدا لا الدعائية تدخل على الفعل الماضي واللي فيها شروط, قلنا لا تسبق بنفي أو ما ولا تتكرر مع الفعل الماضي ولا ترد إلا في سياقها, هذه زمنها المستقبل.
وعندنا لم زائد فعل المضارع إذا قال ما زمن الفعل المنفي أقول الماضي، ولما إذا زائد فعل مضارع أقول الماضي المتصل بالحاضر. وهذا السؤال مهم جدا أرجو الانتباه إليه. أحسنتم أستاذنا الفاضل، شكرا جزيلا. معانا زهراء من بابل، تفضلي بابا زهراء. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بنتي، تفضلي. أستاذ عندي سؤال بالأدب. إيه تفضلي. فدوى طوقان، أكو عندنا سؤال، كيف كان خطاب الشاعر فدوى طوقان لوطنها وعلى ماذا حثته؟ واضح استاذ. نعم بلي بلي دا يسمعون. وعلى ماذا ماذا وعلى ماذا وعلى ماذا حثته 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 شنو حثته شنو حثته ما ادري. هو هذا السؤال موجود بالوزاريات 2019. احنا بابا المنهج تغير يعني تغير المنهج بابا 2019 تغير. فدوى طوقان مو نفس الموجودة هسه بهذا الكتاب الجديد. المنهج تغير بابا يعني مو السؤال السؤال يعني اللي تسأليه يكون من ضمن المنهج مالتنا. نعم. ما يخالف فدوى طوقان موجودة يجوز هذا النوع من السؤال. ما ادري شو شنو على غيرت استاذنا العزيز القصيدة نفسها الشاعر موجود نفسه لكن القصيدة تغيرت. القصيدة تغيرت. نعم. القصيدة تغيرت بابا. نعم. يمكن يعني احنا صار لنا سنتين. نعم. يعني بالنسبه للمنهج الجديد يعني باباتي فما لكم علاقه بالسنوات اللي سبقت كورونا. نعم نعم زين استاذ. اي تفضلي بابا. على شنو اعتمد الادب يعني وزاريات من وين نبلش فيهم يا سنه لطلب الوزاريات بالنسبه للادب يعني احنا عندنا سنتين استاذ رعد الوزاريات بالنسبه للادب لانه منهج يعني جديد من تاخذينه من 2022 يعني تقريبا 2023 بس كل يعني الدور الاول والثاني والثالث مثلا اذا كان اذا اكو دور ثالث الاسئله مال التمهيدي تعتمدين عليها وان شاء الله راح تكون نفس الصياغه ونفس النفس ان شاء الله. يعني من 2015 مهمه بالنسبه للادب يعني اي بالنسبه للادب مثل ما تفضلت. نعم بالنسبه للقواعد لا من 2015 2014 لا بس مفيده جدا. نعم نعم. شكرا استاذ. يا اهلا وسهلا بك. شكرا لسؤالك يا زهراء. عفوا استاذ عندك اسئله سالوه. نعم. بالنسبه تبارك السؤال انه. نعم. في الجمل التاليه منادى مضاف واخر شبيه بالمضاف استخرجهما مبينا وجه الشبه والاختلاف بينهما. احنا بالنسبه عندنا اسلوب النداء اعتقد هي اسئله. نعم. انه طريقه الاجابه. نعم نعم دكتور لانه انا حتى استرسل لها حتى وصل لها الفكره. احنا عندنا بالنسبه ان المنادى مره ياتي مبني على ما يرفع به في محل نصب ومره ياتي يكون منصوب كانما عندش مفعول به وتنصبين. كيف اميز ما بين الشبيه بالمضاف والمضاف؟ بالنسبه عندي شبيه بالمضاف هو اسم الفاعل اسم المفعول صيغ المبالغه والصفة المشبهة. هذه الأسماء هي عبارة عن أسماء مشتقة من أفعال يعني أصولها فعلية. أصولها ماذا؟ فعلية. فإذا كان اسم الفاعل على سبيل المثال نأخذ اسم الفاعل إذا كان اسم الفاعل ثلاثي رح يأتي على وزن فاعل ورح يكون نفس الوقت أيضا يكون منون العفو يكون منون وبعد يجب أن يأتي بعد هذا الاسم اسم الفاعل اللي هو المنادى اللي شبيه بالمضاف اما ان يكون بعد اسم مرفوع او يكون بعد انه اسم مرفوع او منصوب او شبه جمله لا او شبه جمله. نعم. عدا هذا الامر احتمال يعني نعطي مثال بسيط مثلا ايا راكبا الوجناء ايا راكبا الوجناء هذا شبيه بالمضاف لكن من اقول ايا راكبا ونهيت الكلام هذا كان ماذا؟ هذا كان هنا عندنا طبعا عفوا نكره تعتبر هنا شنو غير مقصوده. اما بالنسبه المضاف ايا راكب الوجنائي ايا راكب الوجنائي يعني التنوين اشيله يعني عندي ثلاث حالات اذا اجاني ايا راكبا الوجناء هذا شبيه بالمضاف ايا راكب الوجنائي هذا مضاف مضاف ومضاف اليه ايا راكبا هذا يعتبر هنا نكرة غير مقصودة. هذا بالنسبة للسؤال سؤال الطالبة تبارك.
عندنا سؤال الثاني، اجعل استبدال الهمزة بهل ممكنا. هذا طبعا الأمر وين؟ بالاستفهام الحقيقي التصوري بهمزة التصور. إذا جاءت الهمزة مع أم المعادلة، وإحنا أم المعادلة دائما نشرح طلابنا نقول لهم هي حرف عطف تكون مسبوقة بهمزة استفهام، ما بعدها معادلا ومساوين ومعطوفا على ما بعد الهمزة اللي هو المستفهم عنه. إذا إجانا على سبيل المثال نقول على سبيل المثال أم منخفضا نهر الفرات أم مرتفعا، هذا الاستفهام هنا حقيقي تصوري. إذا طلب أن يجوز استبدال هل بالهمزة، طبعا لا، السبب ليه إنه ماذا؟ الاستفهام تصور. والجواب عنه بالتعيين. لكن يطلب أنه اجعل استبدال الهمزة بهل ممكنة، عملية بسيطة كلش بسيطة، ألا وهي تحذفين أم المعادلة وما بعدها وتستبدلين، يعني راح يتحول الاستفهام إلى حقيقي تصديقي. هذا بالنسبة إلى السؤال. وممكن إذا جاء مع النفي، ممكن إذا وردت نعم الهمزة مع النفي نعم وأريد استبدالها بهل غير ممكن، لأن هل لا تدخل على النفي، لازم أحذف النفي وأدخل هل على الفعل الموجود. نعم نعم أحسنتم. يعني كمثال أكو فد مثال أي مثال عندنا مثلا ألا أي نعم تقول الصدق، نعم ألا تقول الصدق، اجعل استبدال الهمزة بهل ممكن. الآن الهمزة من خصائصها أنها ممكن أن تدخل على النفي، بينما هل لا يجوز دخولها على النفي، إذن وجب أن أحذف أداة النفي أيا كانت أداة النفي، سواء لا أو لم أو لما أو غيره، أي أداة نفي تحذف وأدخل هل على الفعل ويرفع الفعل وأتمم الجملة، أصبح جائزا دخول هل على النفي. هذا توضيح جيد جدا. عفوا أستاذ، بالنسبة للسؤال الأدب يمكن سأل سئلة زهراء، هذا يعني السؤال بالألفين و ما عندك يعني المنهج تغير بعد. طيب نعم. شنو ملاحظاتكم على الأدب؟ يعني احنا ذكرنا بس هي الطالبة سألت على أستاذ علاء سؤال. نعم الأدب كل الأسئلة في كل السنوات السابقة تأتي الأسئلة مستوفاة لكل المادة. جيد، حتى يعرفون يعني أبنائنا يعرفون يعني من خلال الخبرة اللي موجودة. بالضبط، يعني تأتي من بداية مثلا إلى مثلا الجواهري، هاي تجي مثلا 8 درجات أو كذا، من الجواهري إلى القضية الفلسطينية 10 درجات أو 12 درجة، من القضية الفلسطينية إلى نهاية الكتاب تبقى بعض الدرجات 6-7 تبقى على هذه الأجزاء. فالأدب كل الأدب مهم، كل الشعراء، لكن الشعراء العراقي أنا أشوفهم مهمين جدا ويجب التركيز عليهم. نشأة القصة قصيرة مهمة جدا، المقالة مهمة جدا، سؤال عن الرواية. أما المسرحية الشعرية لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، المسرحية الشعرية لمحمد علي الخفاجي يجب التركيز عليها. حفظ الأبيات الشعرية قدر الإمكان، لأن ممكن يجي سؤال يعطيك كلمة يقول أرجع الكلمة إلى البيت وإلى قائله، لازم أكون واضح ولازم حافظ الأبيات الشعرية ومتمكن منها. فالأدب ما ممكن أنه نسمع يقول هذه يعطون أسئلة أو كذا واضحة وراح تجيب، لا ما ممكن. الأسئلة مال الأدب مستوفية لكل المادة، كذلك القواعد، التعجب، المدح، التوكيد، مستحيل يأتي سؤال أو يأتي سؤال على التوكيد وما يأتي على التعجب أو ما يأتي على الاستفهام أو ما يأتي على النفي. أرجو التركيز على كل المادة، قراءة الملاحظات اللي موجودة بها، وإن شاء الله ربي يسهل على جميع أبنائنا الطلبة. أحب أن أعرج على كلام أستاذي أستاذ رعد بالنسبة للأسئلة المناقشة. بالنسبة لأسئلة المناقشة باباتي، سواء كان بالأدب أو حتى بالقواعد، يعني التمرينات بالكتاب للقواعد جدا مهمة. يعني الطالب المفروض أكو بعض الطلاب يعني يهملها، يهمل التمرينات. أحسنت. ويهمل أيضا أسئلة المناقشة، يعني ويعتمد اليمن على الملزمة. هذا الأمر مو صحيح كما قال الأستاذ. نعم. اللي اتصل بينا أستاذ. نعم. عودة اللي. نعم. ذكر هو هذا جدا صحيح. كلامه جدا صائب صحيح. نعم. باباتي الأدب من تتناوله كمنهج، يعني اترك عملية السؤال والجواب، لأنه بتغيير بسيط بالسؤال، تغيير جدا بسيط
يختلف عليك الجواب. فحاول قدر الإمكان. ممكن أرد على الأستاذ المتصل يعني. بس دقيقة واحدة فقط. مو أدنى من. مو أدنى اتصال بس. اتصال لو. اتصال اتصال. العفو ما يخاف موجود إن شاء الله. معانا مؤمل من بغداد، تفضل حبيبي. رائد مرشحات مال الأدب. مرشحات الأدب. هذا جواب يمل الأستاذ. الصراحة جوابك يعني. قبل شوي ذكرناه ماكو ترشيحات بابا. ترشيحات ما موجودة. منهج الأدب كله مهم. استوى ذكر قال إنه كل مدرسة الإحياء الشعر الحديث الأدب الحديث كلها تجي عليها أسئلة. شعراء مدرسة الشعر الحر. لكن ممكن أن تركز على الشعراء العراقيين، ممكن أن نقول أن نشأة القصة، ممكن أن نقول الرواية، المقالة عليها سؤال على جواد طاهر. يعني أكو أسئلة موجودة لكن أنت الرواية من ما أقدر أحدد لك سؤال بيها. واضح الأسئلة مستوفي لكل المادة، فأنت لازم تقرأ المادة بتركيز. واليوم عندك أنت لازم تقرأ أدب. اليوم البارحة كان قواعد، اليوم راح تقرأ أدب قبل الامتحان حتى تكون مسيطر على المادة. وربي يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق حبيبي. أهلا وسهلا حبيبي. فقط عندي توضيح بالنسبة. تفضل تفضل حبيبي اسأل. الأدب مو الأدب استغفر الله. قواعد. الإنشاء. إنشاء. الإنشاء. نعم. شلون صيغة الإنشاء حبيبي. الإنشاء. الإنشاء هذا يعني إحنا من الابتدائية إلى هذه المرحلة الإعدادية دائما نقول مقدمة والعرض والخاتمة. لكن نعم. المقدمة يجب أن تكون مرتبطة بالموضوع. لا تخرج خارج إطار الموضوع بالمقدمة، لأن مصححين الإنشاء يعني اللي أعرفه أنا مصححين أدباء وشعراء يعني نعم. الكلمة عندهم بوزن ويتذوق الكلام ويتذوق نعم. الكلمة نعم. فلازم يكون تبدأ بالمقدمة للموضوع نفسه. يعني مثلا إذا جاء إنشاء عن الوطن لا تبدأ أقول أبدأ بهذه الورقة البيضاء وأضع قلمي وكذا. هذه ما تخدم لك ولا تخدم المصحح، ما يستسيغها. لا أبدأ بداية حول الوطن بالمقدمة ثم أبدأ بعرضي، يعني الدخول بالموضوع مباشرة بالمقدمة ثم العرض ثم الخاتمة. ولازم يكون الخط جميل وواضح لأن الخط له اعتبارات كثيرة جدا. وحدة الموضوع طبعا طبعا الخط إذا ما يقرأ كيف يعني يعني قدر الإمكان. العفو أستاذ الأستاذ قدر الإمكان حبيبي تكتب بخط واضح يعني كتابة ما يقرأ يقرأ بعناية تكتبها بعناية. نعم. العفو الأستاذ يعني هي بباتي أكو أبجديات لكتابة الإنشاء. أبجديات أول أمر تقوم به هو اختيار الموضوع. يعني أنت نعم ينطيك موضوعين على سبيل المثال. أنت من تكتب إن شاء الله المصح وما كاتب الموضوع يعني ما يعرف المصحح أنت عما تكتب. هذا أولا. ثانيا من تبدأ بالمقدمة إن شاء الله احنا نسميها حيل بالكتابة الإنشاء تترك الربع الأول يعني أو يعني كلمة من السطر الأول زين في كتابة الإنشاء ومن ثم تسترسل بمن بكتابة المقدمة. بعد ما تكمل المقدمة وشرط أن تكون المقدمة مرتبطة يعني ارتباط يعني وثيق مثل ما تفضل الأستاذ رعد الهلالي بالموضوع اللي أنت اختاريته. بعد ذلك تبدي بمن بالعرض وهو طرح ما موجود في داخلك حول هذا الموضوع. وآخرها تبدي بمن بالخاتمة. بعد استخدام علامات الترقيم. علامات الترقيم جدا جدا مهمة مثلا النقطة الفارزة علامة التنصيص المزدوجة القوسان الهلاليان ذن كلهن راح يدعمن ويساعدنك في كسب الدرجة إن شاء الله اللي تأهلك إلى الدرجة الكاملة إن شاء الله. ولا هو ما ينطون درجة كاملة نعم 19-18 جدا ممتازة. كذلك مرخصة الأستاذ عبد الأمير أنه الإنشاء ليس بكثرته، ليس بكثرة الصفحات. يعني مثلا طالب يقول أكتب 7 صفحات حتى أحصل درجة، لا غير صحيح. ممكن أن تكتب ورقة واحدة وتأخذ درجة كاملة. يعني كما قلنا المصححين الموجودين في الوزارة يعني اختصاص أدباء وشعراء يتذوقون الكلمة. نعم. نعم. لكن نقول 3 صفحات كافية مستوفية. نعم.
صفحتين مكافي. صفحتين ونص ايضا كافيه مستوفي. والكتابه بين سطر وسطر. كتابه بين سطر وسطر. سطر واضح. الاعتناء بالخط. واذا ما الحركات ما متمكن منها لا تحرك. لا تحرك. لا تحرك. نعم احسنت. موفقين ان شاء الله. موفق ان شاء الله يعني ان شاء الله. مؤمل. العفو استاذ ادك. عندي رد على الاستاذ الفاضل اللي اتصل. عوده من بغداد. حقيقه كلامه ربي يوفقه ان شاء الله يوفق الجميع. ومن باب الخبرة طبعا هو رجل خبير، ولكن قال أنه لازم أكون ملتزم بالكتاب. الكتاب ما بي أجوبة، الكتاب مخلي مقدمات فقط للموضوع. يعني لو نجي للأساليب هسه، أساليب الاستفهام بالإعرابات ما مستوفي، مطي مقدمات فقط، مطي اسم استفهام واحد على جملة اسم استفهام. عندنا جمل كثيرة حول الاستفهام، بيها فد علل، بيها فد مشكلة لازم يوضحها الأستاذ. كلها واردة بالإزالة. كذلك نعم. كذلك النفي مثلا، كذلك التقديم، كذلك الأسئلة اللي التمارين الموجودات عندنا ما محلولة. كيف راح الطالب يحل إذا اعتماده على المدرس وحل الأستاذ للمادة؟ كذلك أنه يطل المادة حقه. يعني أكثر من مثال، يعني تصل بين الأمور أن نضع مثلا بالاستفهام في إعراب أي مثلا، أو كم الخبرية والاستفهامية من باب المفعول المطلق، أو من باب ترجع لظرفية الزمانية والمكانية، ممكن ترجع للعاقل ولغير العاقل. كيف أميز للطالب؟ أعطيه يمكن 30 مثال يلا يوضح كيف، أو يتمكن من أنه يعرب هذه الجملة. يعني مرة يجيني مثلا كم الخبرية، يجي وراها تمييز مجرور، يجي ورا الاستفهامية منصوب نكرة، كيف راح يعرب؟ لازم نميز انه الكم الخبرية نضربها قوس، نبتعد عن التمييز ونذهب الى ما بعده، ونوضح هل وراها فعل لازم، هل الفعل متعدي، هل الفعل ناقص، هل استوفى الخبر ام لم يستوفى الخبر. نعم انا شاكر جدا للأستاذ المتصل، ولكن هذه بعض الامور يجب الانتباه لها. وشكرا. العفو استاذ رعد، عندنا مثل ما تفضلت، عندنا يعني مثلا بعض الاسئله الوزاريه، يعني مثلا كم الاستفهاميه او الخبريه خبري. قد تاتي داله على الحدث. نعم. اذا تلاها مصدر ماخوذ من لفظ الفعل، وقد بتغيير بسيط مصدر ممكن بي 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 بتغيير بسيط اقدر يعني تنعرب هنا مبتدا او خبر بعراب منوما. يعني مثلا وكم سعيا سعيت وأنت كفء، أقدر يعني أحول الاسم من مفعول مطلق إلى ينعرب مبتدأ أو كم خبر. ساعة سعى، وكم ساعة سعى، وكم سعيا السعي أو نعم حول هنا. هذه ما مذكورة بالكتاب، ما موجود، لكنها موجودة وين؟ بالأسئلة الوزارية. نعم أحسنت أستاذ. عندنا اتصال من البصرة. تفضلوا. عليكم السلام. بدي تفضلوا. عندي سؤال بالنسبة المواضع الخمسة المحذوفة. عيد السؤال بس على كيفك. عيد السؤال. مواضع الهمزة المحذوفة. الهمزة المحذوفة. الهمزة خصيصة خصيصة من خصائص الهمزة. كلام لا يعني. نعم. ذيك ما عرفنا، ما سمعنا. عيد السؤال بابا. عيدي من أول. مواضع الهمزة المحذوفة. مواطن. مواطن. الهمزة المحذوفة. مواضع. 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 نعم. مواضع. نعم. بالنسبة للبلاء ما جاي أعرف الشخص. محذوفة. ماشي. نعم. بس هذه بابا. عندي سؤال. عندي سؤال ثاني. سؤال آخر. استفهم عن. ما جاي أعرف أي أداة أخذها بالضبط. مدى اسمه. واضح الصوت. عيد السؤال بابا. الصوت مو واضح. هذه الهمزه المهزه، الهمزه المحذوفه، همزه الاستفهام. قصدك بابا الهمزه المحذوفه الخصيصه، تعتبر خصيصه من خصائص الهمزه المحذوفه. نعم الخصائص. نعم الخصائص هي المقصود عليها. التصليق والتصريف. اي نعم نعم. بل السؤال الثاني شنو؟ عيدي بالله بابا. ما استفهم عن. استفهم عن. استفهم عن. اي ما تعرف الاداه شنو لحظه. نعم نعم نعم. استفهم. نعم نعم هذا هو. نعم هذا هو بابا. عندي سؤال اخر. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك بابا. سؤال استفهم عن، مثلا اقول رايت الطبيب،
وواضع الخط تحت الطبيب قال استفهم عما تحت خط. أنا عندي ملاحظة على هذه المسألة، أقول أرسم الشبكة، أرسم الشبكة دائما على اللي تحت خط، عاقل غير عاقل زمان، تقدر تكتبها أي أكتبها على الصبورة حتى تتوضح للطلاب أحسن، لأن هذا فشي لطيف يعني تقريب. أقول الصورة. رأيت الطبيب مثلا، هذه الجملة البسيطة، وضع الخط تحت الطبيب وقال استفهم، طبعا من الأسئلة المهمة هذا، استفهم عما تحته خط بأداة مناسبة، وممكن أن يقول وأعربها. أنا أرسم الشبكة على هذا اللي تحت خط، عاقل غير عاقل زمان مكان حال حدث، والحدث مهم جدا، عندنا أداتين للحدث كم وأي، ولكن ما ممكن أن أستخدم كم أبدا مع الحدث، أستخدم الأي فقط مع الحدث، وأشرح بين مثال إذا صار عندنا وقت. فألاحظ الطبيب الآن عاقل، أداة اللي يستفهم بها عن العاقل هي من، أضع أداة السؤال وأجي للقبلة أنزله. قال من رأيته؟ ممكن أن أعرب الآن، فعل جاء بعد اسم الاستفهام، أبدأ بالبداية أقول اسم استفهام مبني في محل وأقف، لازم أحدد اللي بعده هل هو فعل هل هو اسم، لأن يعني الإعراب راح يختلف. رأيته فعل، من رأيته كيف راح أميز رأيت الآن؟ هذا رأى الفعل، هل هو لازم أم متعدي؟ عندنا ضمائر الكاف والياء والهاء، أستطيع أن أقول رأيته وهذا فعل متعدي، والفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول به، فالطريقة سهلة، أسأل بمن، من رأى، هذا راح يعطيني فاعل، ماذا رأى راح يعطيني مفعول به. فالآن أسأل رأيته، من اللي رأى؟ التاء، أنت رأيته، هذا فاعل، ماذا رأيته؟ ما موجود الجواب، إذا راح يكون هذا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، يجب أن يأخذ مفعول به، لذلك سمي متعديا. أين الفعل؟ هذا الفعل المتعدي أين مفعوله؟ غير موجود في الجملة، يصبح اسم الاستفهام مفعول به مقدم، فأقول اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا، لأن تلاه فعل متعدي لم يستوفي المفعول. إذن عندما يقول استفهم عما تحت خط، مثلا أقول جاء أخوك راكضا، ووضع لي خط تحت راكضا، الآن أرسم الشبكة مالتي، عاقل غير عاقل زمان مكان حدث حال، هسه هذا الراكض ممكن أن يكون عاقل، لكن لأن جاء اسم نكرة منصوب بتنوين الفتح هذا يعرب حال، كيف جاء أخوك؟ شوف يصح الجواب عنه، كيف جاء أخوك؟ قال جاء راكضا، إذا راكضا حال، أي أداة مختصة بالحال كيف؟ وأرجع للكلام السابق أضعه، أقول كيف جاء أخوك؟ قال راكضا. فهذا أيضا سؤال مهم جدا يجب الانتباه، وإذا أكو وقت أيضا عندي ملاحظة إن شاء الله. بس دقيقة أستاذ تسمح لي، معانا حسن من بابل، تفضل حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حبيبي. بس ممكن إذا توضيح الدلالات الزمنية بأدوات النفي. الدلالات وضحتها دلالات. أنا وضحتها بالجدول استوى وضحها، ممكن ترجع بها بالبث المباشر باليوتيوب تقدر. وضحت كل أزمان الفعل المنفي استوى وضحها. هسه السؤال وضحها الأستاذ. إذا ممكن بس التعجب القياسي. التعجب القياسي ماشي. نعم
يعني تريدني شرحه شنو؟ ممنون. بس اكو سؤال اكو سؤال لو ماكو سؤال عندك سؤال علي؟ لا بس توضيح للصيغه سهله ان شاء الله. ان شاء الله الاستاذ ما يقصر ان شاء الله. تعجب بصيغتين يعني يريد هو بالتعجب القياسي. التعجب القياسي ان شاء الله. الجمله الاسميه والجمله الفعليه. بالنسبه للطالبه اللي ذكرت مواضع الهمزه المحذوفه، اي نعم، احنا بالنسبه لنا استاذنا العزيز الهمزه باباتي، الهمزه لها خصائص، هذه الخصائص تتفرد بها الهمزه عن كل ادوات الاستفهام. واحد من هذه الخصائص او الميزات اللي تتفرد بها الهمزه انه تحذف من جمله الاستفهام. كيف استطيع انه استدل على هذه الهمزه؟ هنالك بعض الايحاءات والاشارات اللي تجعل من الطالب انه يستدل على هذه الهمزه. مثال على ذلك، نبحث على ام المعادله في النص مثل: واقبل يمشي في البساط فما درى الى البحر يسعى ام الى البدر يرتقي ام الى البدر يرتقي ام، هذه أم معادلة. أبحث على أول أمر أقوم به أنه أشخص ما بعد أم شبه جملة، أبحث أمام أم المعادلة على شبه جملة ومن ثم أضع الهمزة. يعني إلى البحر يسعى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. مثال ثاني يعني بعض ممكن نأخذ اتصال. أستاذ معانا أبو القاسم من ميسان، تفضل أبو القاسم. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي. تفضل حبيبي. بس على الاستفهام أي. نعم نعم. أكون اسمه قال الشاعر أي ليل يبهى بغير النجوم. نعم. ما أعرف أي. نعم نعم. أي ليل يبهى. نعم. شكرا. بس هذا السؤال جاوب رأسا أستاذ. أي ليل يبهى؟ الليل هنا اللي هو المضاف إليه يعامل معاملة غير العاقل ولا يعامل معاملة الزمن. ظرف الزمان. لأن إذا أقول لأن هنا يتحدث عن شكل الليل ولا يتحدث عن الزمن، عكس ما أقول أي ليلة تسافر، هنا تحدث عن الزمن. إذن الأي ليل هنا تعامل تعرب إعراب ما، يبهى فعل وهو فعل لازم، إذن يعرب مبتدأ، فأقول أي مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف لأن تلاه فعل لازم، ولا تعامل الأي هنا معاملة ظرف الزمان. ممكن بعد توضيح. أي تفضل أستاذ. باباتي انتبه لي بالنسبة أي ليل يبهى. نعم. أي ليل يبهى. بالنسبة لي بالنسبة مثل ما تفضل الأستاذ رعد أنه هذه الأداة تعامل أو دلالتها غير عاقل. أنظر إلى الفعل. إذا كان الفعل فاعل الفعل يعود على الليل. يعود على الليل نعم. انتبه لي بابا، هاي الطريقة جدا مبسطة إليك. إذا يعود على الليل فهذا هنا هذه الأداة هنا غير عاقل. أما إذا تلاها فعل تام وفاعل الفعل التام ما عاد على الليل تنعرب مفعول فيها ظرف زمان. مثال على ذلك مثل ما تفضل أستاذنا، أي ليل تسافر. تسافر من الذي يسافر؟ أنت. تلاحظ أي ليل يبهى. يبهى من هو يبهى؟ الليل. إذن فاعل فعل يبهى عاد على الليل أصبح هنا غير عاقل. لكن أي ليلة تسافر؟ تسافر أنت، ما عاد فاعل الفعل على ليل، فتعرب هنا مفعول فيه ظرف زمان. العفو بالنسبة دقيقة. مريم من بابل، تفضلي بابا مريم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بابا. أستاذ عندي سؤال. أول سؤال نعم عن خصيصة الهمزة. نعم. انه بالهمزه من ينطيني الاستفهام تصور، اقول له انه شنو خصيصه الهمزه؟ جاء مع الاستفهام التصور. نعم. اكو شفت بالاجوبه النموذجيه كاتبين ان يكتبون ان جاء المستفهم عنه المستفهم بعد عنه بعد ال... نعم صحيح. نعم صحيح. ايش وقت اكتب هاي الخصيصه؟ نجيب ان شاء الله. نعم نعم ماشي. ما دام موجود الاستفهام تصور، ما دام الاستفهام تصور بوجود أم دائما، إذا الاستفهام تصور بوجود أم نعم تكتب الخصيصتان دائما، الأولى يستفهم بها تصورا ويجاب عنها بالتعيين وترد أم المعادلة في سياقها، والخصيصة الثانية يجب أن تكتب المستفهم عنه يرد بعد الهمزة مباشرة. نعم
بلي كل استفهام تصور تكتب خصيصتان وهي موجوده استاذ موجود نعم. موجوده في الكتابه باتي احنا بالنسبه ان يعني الكتاب هو الفيصل يعني اول خصيصه موجوده ترد الهمزه في الاستفهام التصديقي والتصور يعني تعتبر هذه خصيصه هذا موجود بالكتاب صفحه 9 نعم. عندي سؤال اخر نعم. السؤال الثاني عندي سؤال شلون اعرف انه فعل معرب او مبني بالتوكيد الفعل معرب او سهل نعم. سهل او مبني نعم. سهل يحتاج سبوره هذا يحتاج سبوره ماشي ان شاء الله يجاوب العفو عندي بعد سؤال ثالث يلا ماشي تفضلي السؤال الثالث اين من زفراتي من كلفت من كلفته به واين منك ابن يحيى صوله الاسدي صوله الاسدي بلي هنا قايل لي بالسؤال الوزاري اعرب اين اي أعرب اين الاولى او الثانيه لا أين الأولى هي فأين من زفراتي من كلفت به نعم من زفراتي شبه جملة بلي سيعرب أي من اسم موصول من كلفت به من هنا اسم موصول بمعنى الذي اللي هو أحد أنواع بلي. المعارف نعم فماذا تعرب أين إذا تلاها اسم معرفة تعرب خبر مقدم قل اسم استفهام بلي. مبني في محل رفع خبر مقدم لأن تلاها معرفة بلي وسؤال ثاني شفته هو بنفس الأسئلة إنه متى الحبيب إلى الحبيب يؤوب هذا صار بمشكل حقيقة نعم. على إنه متى الحبيب إلى الحبيب يؤوب حتى بالأجوبة النموذجية قالوا متى تعرب ظرف زمان اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول في ظرف زمان تلاه فعل تام ولكن الأصح جملة اسمية تعرب متى اسم استفهام يعني مبني في تلاه جملة اسمية الحبيب يؤوب الحبيب يؤوب جملة اسمية إذن يرجع الأصل ويعرب مفعول في ظرف زمان يعني الحبيب مبتدأ والجملة الفعلية هو الخبر نعم فتعرب هنا بحسب معناها نعم. شكرا لاتصالك يا مريم معانا زهراء من كربلاء تفضل يا زهراء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي بابا زهراء أستاذ بس بلا زحمة التوضيح للسمعين الثالث بالنداء التحويل من المضاف إلى شبيه المضاف بالعكس. هسه شرحناه قبل شوي. هسه شرحناه عبد الله قبل شوية بابا. بالتفصيل الممل. بالتفصيل. نعم. هي ترجع للوصف إن شاء الله. تبدين ترجعين بال. شرحناه بابا. يوتيوب ترجعين على الشرح الأستاذ اللي شرحه قبل شوية. ماكو مشكلة. سؤال آخر عندك زهراء بابا؟ لا عشتيك. إن شاء الله ترجعين بيه تقدرين يعني أي واحد. أعزائي طلبتنا أي واحد فاتت الحلقة أو فاته شرح ما يعني افتهمه زين يحتاج هذا يقدر يرجع به بالبث المباشر يعني باليوتيوب ويشوف الحلقة كاملة شكرا لاتصالكم عفوا أستاذ بالنسبة للهمزة مواضع الهمزة المحذوفة أي نعم تحتاج سبورة لو أفضل على السبورة يعني هي نعم. أفضل على السبورة إذا ممكن من الأستاذ من الأفضل وهذه ضمن النقاط اللي تفضلت بهن دائما الطالب يعني إذا يحتاج الدقة تفاصيل الدقة مطلوبة يسأله معانا من ذي قار تفضلوا من ذي قار من تفضل تفضل حبيبي مسلم نعم مسلم حسن تفضل مسلم عندي سؤال اكو ابيات بالتعليق نعم. النقدي ابيات بالتعليق النقدي نعم اي هل هي داخل الحفظ لو لا ابيات اللي بالتعليق النقدي اذا داخله بالحفظ تحفظ خارج الحفظ لا ما تحتاج هي بس هي موجوده يعني ضمن اكو مات ضمن السؤال اظن هاي هل داخل الحفظ ما سؤال بل عيد لي سؤالك شنو؟ اكو ابيات بالتعليق النقدي بشعراء اي نعم هل داخله بالحفظ لو لا؟ طبعا داخله بالحفظ اذا موجوده بالتعليق النقدي لكن اذا للحفظ ما داخله بالحفظ ما تحتاجها اذا ما داخله بالحفظ ما تحتاجها بالحفظ بس اذا قال مثلا ينطيك بيت شعر ويقارنه مع شعر موجود في الابيات الشعريه لا هذا مهم السؤال هذا مهم لأن يعني بمقارنة بين شاعر وآخر شكرا لاتصالك يا حسن معانا من كربلاء تفضلي من كربلاء من وعدنا ليث تفضل يا ليث تفضل حبيبي ليث بابا اسمعنا من التليفون اترك نعم. التلفزيون ابتعد عن التلفزيون اسمعنا من التلفزيون عليكم السلام حبيبي تفضل أستاذ
بس ممكن عندي سؤال. ممكن اي تفضل. شرح مبسط بخصوص انواعها اللي هي بالنفي. ان شاء الله. يعني ولو اي بيخ على تحتاج وقت كثير جدا ان شاء الله. اذا ممكن ان شاء الله نقصر ان شاء الله استاذ ما يقصر ان شاء الله. حبيبي دلل. عفوا استاذ عبد الامير. نعم بالنسبه للهمزه المحذوفه خصيصت الهمزه المحذوفه عندنا الاشياء ترى مهمه هذه. الهمزه هاي جدا مهمه استاذنا العزيز يعني من اهم الخصائص. نعم خصيصت الهمزه المحذوفه. نعم اول امر اقوم على تشخيص بعض الامور اللي موجوده في النص. مثال على ذلك نحدد ام المعادله اذا موجوده في النص. ام المعادله واقبل يمشي في البساط فما درى الى البحر يسعى ام الى البدر يرتقي. انظر الى هذه الام، ما بعدها موجود شبه جمله. شبه جمله. انظر الى ما موجود امام الهمزه عفوا ام. لازم أجي وألقي ماذا أستاذ يعني معادل أو مساوي أو مشابه. يعني شبه جملة يجب أن يكون أمامها شبه جملة. أضع الهمزة أمام شبه الجملة، هذا يعتبر هو المستفهم عنه. إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، بمعنى أنه أول أمر أقوم به هو تشخيص أم المعادلة. بعض النصوص يعني نرجع إلى طريقة الاستشعار. طريقة الاستشعار وهي أنه الطالب طبعا هذه شوية يعني نوع من الصعوبة بها. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. إحنا بالنسبة لي أستطيع أنه أضع الهمزة في أمام النص يعني في صدر البيت. أترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، هاي تعتبر طريقة من الطرق يعني بعض الشيء صعب على الطالب، بس يعني هو ما يترك السؤال وهذا الأمر يعني يروح يعني على صعوبة. نعم صعوبة التصديق. ايه التصديق نعم اي نعم. أما بالنسبة يعني مثال على ثاني، يا دار سعدة ما لربعك خاشعا. يا دار سعدة يعني هنا يعني بصراحة ما وجدنا أم المعادلة. أضع الهمزة في بداية النص. أقول أيا يصير عندي استفهام؟ لا طبعا. السبب لأنه موجود ياء النداء، فأذهب إلمن إلى الشطر الثاني من البيت. أقول يا دار سعدة ما لربعك خاشعا أحل البلاء. وأيضا طربت وما شوقي إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. أستشعر يعني أستشعر السؤال. إذن راح تكون هنا الهمزة، بمعنى أنه نستطيع من خلال قراءة النص أنه نشخص بعض الأمور إذا وجدناها خير وهلا. بمعنى أنه إذا موجودة أم المعادلة، أو حتى إذا موجودة مثلا حرف الجواب بلى، أحق هو قل بلى، أحق هو قل بلى وربي، أحق هو بلى وربي. يعني ممكن أنه نستطيع من خلال حرف الجواب بلى أستطيع أنه أنظر إلى أداة النفي اللي تسبق الحرف وأضع الهمزة أمام حرف النفي. أحسنتم أستاذنا. معانا زينب من الديوانية، تفضلي بابا. زينب عندنا سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام بابا، أهلا زينب، تفضلي بابا. السؤال بالخصائص. بالخصائص نعم. أكو بيت يقول أيجري المحب بناها يا مقلب العاشق ترث المنام. السؤال يقول اجعل استبدال هالمحل الهمزة غير ممكن بطريقتين مختلفتين. شنو البيت؟ البيت الشعري البيت باباتي اللي أيجري المحب بنا هيام أيجرو أيجري أيجري نعم أيجري المحب بنا هيام محب بنا هيام وقلب وقلب العاشق ترك المنام. عاشق هذا البيت الشعر موجود بالكتاب لو نعم أسئلة الوزارية يعني. السؤال بواتي سؤالك اجعل استبدال هالمحل الهمزة غير ممكن بطريقتين مختلفتين. بسيطة سهلة. نعم سهلة هاي تجاوبك. عندي سؤال ثاني باباتي. سؤال عندك؟ لا ما عندي شكرا. تقدر تجاوب رأسا جاوب. استاذ ممكن انه نجعل بعد الهمزة أداة نفي. نعم ألا يدري. صعب هنا بعد استبدال هل بالهمزة. السبب لأنه همزة من خصائصها أنه تدخل على الجمل المنفية، أما هل لا يجوز أن تدخل على الجمل المنفية أو يعني نستطيع أن نضع إن الشرطية لا بأس.
هل لا اذا عين الشرطي عده فقط سؤال حول الفعل المعرب والمبني اي نعم لا ممكن اوضحه اي والله هذا مهم هذا للطلاب طريقه بسيطه جدا اي نعم عفوا استاذ بالنسبه ل يعني اغلب الطلاب يعني عندهم هي هاي شغله بيت الشعر نعم. او نعم. سؤال عنه خلينا ناخذ هذا الاتصال احمد من البصره تفضل عليكم عليكم السلام عيني حبيبي تفضل احمد سؤالين تفضل اسال بالتوكيد موجود السؤال بالتوكيد بالتوكيد نعم أستاذ أكو بيت شعري يقول إنه طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني هذا نعم ليش ماكو توكيد ها هذا طرقت هذا بسيط هذا الجواب ماله بسيط طرقت الباب حتى أي. كلا كلمتني كلا تعب يعني تعب متني نعم. تعب متني يعني هنا معنى غير ذاك المعنى نعم نعم يعني تعب كلمتني يعني بمعنى تعب تعب هذا يسموه نعم. تورية. تورية هذا بالشعر تورية نعم هذا نعم بعد سؤالك الثاني سؤال آخر هذا ما يصير طبعا ما يصير هنا أنا. يعني اللفظ الأول أو اللفظ الثاني يجب أن يطابق الأول في اللغة والمعنى والموقع الأعرابي أحسنت هذا ما يطابق عند الحذف لا يستقيم المعنى أيه واضح واضح بابا أحمد السؤال آخر تفضل أتصحو شلون على كيف أتصحو أم فؤادك غير صاحن هنا أنا غير خبر أتصحو أم فؤادك غير صاحن أتصحو أتصحو وفؤادك غير صاحن عيد العيد عيد البيت بابا أتصحو أم فؤادك غير صاحن أم فؤادك غير صاحن منقطعة هذه نعم بابا هذه منقطعة منقطعة باباتي أم هاي بمعنى بمعنى بل أو لكن نعم حرف ابتداء بمعنى بل أو لكن يعني السبب لأنه ما بعد أم غير معادل ولا مساوي ما بعد الهمزة المستفهم عنه فتسمى هذه الأم أم المقطعة يكون الاستفهام حقيقة تصديقي واضح عيني أحمد ما ما نعم شوي واضح, إيه؟ نعم. واضح جواب الاستاذ واضح والله عليك مشكور اهلا وسهلا بك شكرا لاتصالك معانا مريم من كربلاء تفضلي بابا مريم مريم تفضلي بنتي الو الو تفضلي بابا بابا مريم تفضلي مريم سمعينا مريم اسمعينا من التليفون ابتعدي عن التلفزيون او تنصيني التلفزيون نعم بس هذا وجه سؤال الاستاذ عبد الامير نعم تفضلي بالنسبه لتدخل نون التوكيد لام التوكيد نعم ما لها انواع يقدر الاستاذ عبد الامير ان يوضح لنا لام التوكيد المزحلقه والمشعره بالقسم سهله 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 والثانية مال نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة مال الفعل المضارع بالفعل المضارع مال حيث مال أنواع حكم, حكم التوكيد يعني قصدي ايش حكم التوكيد نون التوكيد نون التوكيد الثقيلة والخفيفة الآن راح أوضحها الآن نعم راح يشرح أوضحها الأستاذ نعم راح يشرح أستاذ رعد إن شاء الله بعد عندي سؤال آخر عندي سؤال باباتي لا شكرا شكرا اتصالك معانا من بغداد هذا اخر اتصال على ما نشوف الاستاذ يحل لنا المساله منو من بغداد تفضل ويانا الو السلام عليكم عليكم السلام عزيزي تفضل حبيبي عندي سؤال على التعبير اي اوكي تفضل اي المقدمه انا متعود يعني بالمدرسه اكتب يعني هو على الموضوع ايه او حديث او بيت شعري بالعكس هذا شيء جيد جدا بس انتبه بالنسبه للايه او الحديث يكون صحيح خاصه الايه القرانيه تنقل يعني صحيحه ليكون بها خطا اعرابي او خطا او خطا بالحركه الى اخره لازم تتاكد من انها 100% صحيحه وتعليها واذا ناسيها مثلا بس تعرف المعنى تقول ورد بما معناه بما يشمل هذا المعنى تذكره لا بأس تفضل حبيبي يعني بس اكتب هيك وبعد ما في المقدمة لا توجد اكتب في الموضوع نفس المقدمة يعني تمهيد المقدمة من نفس الموضوع احسنت
بابا المقدمة هو عبارة عن تمهيد، يعني تمهد ذهنية المتلقي عما سوف تتناوله في العرض، يعني تمهد ذهنية المتلقي عن أي موضوع تكتب، الموضوع الأول أم الثاني، ومن ثم يعني تنطلق بالعرض إن شاء الله. إن شاء الله يعني مو فقط تكتب لك آية قرآنية وخلاص تعتبر هذه مقدمة، مهد مهد. أي. نعم نعم، واضح جواب الأستاذ حبيبي. نعم سؤال حول الفعل المؤكد بالنون. نعم أي نعم، أو الفعل المعرب. المعرب نعم. المعرب والمبني ابتداء. نعم المعرب والمبني ثلاث نونات، النون المشددة نون التوكيد، نون الساكنة نون التوكيد، احذروا من نون النسوة، نون المفتوحة هذه لا علاقة لها بالتوكيد مطلقا وتعرب ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذن التوكيد هذا اللي نون المشددة والنون الساكنة، كيف راح أعرف الآن مبني أم معرب؟ هذا الفعل اللي أمامي الآن لا تكتبنه، الآن هذا الفعل اتصل بنون التوكيد اتصال مباشر، إذا اتصل الفعل المضارع بنون التوكيد اتصال مباشر يبنى على الفتح بدون فاصل، فأقول فعل مضارع مبني، إعرابه راح يكون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لأن مسبوق الآن بلا الناهية الجازمة، إذا سبق بلا أو سبق بإما أو بسبق بلام الأمر أو أي أسلوب اللي هي اللام المكسورة راح يكون في محل جزم، هذا مهم بالإعراب، إذا سبق الفعل المؤكد بالنون أقول في محل جزم. إذن هذا الفعل اللي أمامي أقول فعل مضارع مبني، لماذا مبني؟ لأن اتصل بنون التوكيد اتصال مباشر. أما الفعل اللي يفصل بين النون وبين الفعل فاصل، الفاصل عندنا ثلاث ضمائر اللي هو واو الجماعة، وعندنا ياء المخاطبة، وعندنا ألف الاثنين. هذا الفاصل إذا جاء بين الفعل وبين نون التوكيد راح يكون الفعل معرب، يعني أعربه مباشرة، إذا لم يسبق بأداة جزم أقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، إذا سبق بأحد أدوات الجزم أقول فعل مضارع مجزوم بحذف النون. واو الجماعة اللي هي طبعا هذه الأفعال الخمسة اللي نتكلم عليها، واو الجماعة ما تظهر تجينا ضمة، ياء المخاطب كسرة، وألف الاثنين تظهر، ألف الاثنين تظهر لأن بها في السبب حتى لا يختلط الأمر بين الفتحة هنا وبين الفتحة الموجودة على الفعل المبني. لاحظ أقول لا تكتبن، أي فعل يتصل بنون التوكيد وألاحظ عليه ضمة موجودة هذا الفعل معرب، هذا الفعل معرب. كيف معرب؟ أقول فعل مضارع ألاحظ هنا مسبوق بمن؟ بأداة جزم لا الناهية، فأقول مجزوم بحذف النون، نون الأفعال الخمسة. لا تكتبن، لاحظ الكسرة، هذه مو كسرة، هاي ياء المخاطب، فوجد الفاصل أصبح الفعل معربا، فأقول هذا الفعل معرب. مثلا يقول هل هنا، هل تكتبن، الآن أريد أعرب هذا الفعل، أقول فعل مضارع وأقف، ألاحظ هل سبق بأداة جزم لا الناهية إما لام الأمور، لا، إذن هذا مرفوع، فأقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. ألف الاثنين تظهر واضحة وصريحة، هذا الفاصل واضح، هذا الفعل معرب أيضا،
لماذا لم تحذف الألف حتى لا يختلط الأمر مع الفعل المبني؟ لأن الألف إذا حذفت راح يعوض عنها الفتحة، فإذا عوض عن الألف بالفتحة راح يختلط مع المبني، لذلك الألف لم تحذف وبقيت للتفريق بين الفعل المبني والفعل المعرب. أحسنتم أستاذنا. معانا نور الهدى من كربلاء، تفضلي بابا نور الهدى. السلام عليكم. عليكم السلام بابا، أهلا ومرحبا. الأفكار بس فضلي. سؤالي عندي. أي تفضلي. الأول إعرابات كم؟ أي. يعني أريد أعرف شلون تنعرف. إعراب كم؟ أي إعرابات بسيطة جدا. هسه إجابتك الأستاذ، نعم. والسؤال الثاني شلون أحرك أي المعربة على أي أساس؟ أيها. أي المعربة حسب الموقع الإعرابي بابا، حسب الموقع. يعني إذا جاءت الأي مبتدأ تلاها فعل لازم، تلاها فعل متعدي استوفى المفعول، تلاها اسم نكرة. اسمحي لي أريد أحرك الأي، الأي بحسب الموقع الإعرابي. إذا جاءت مبتدأ ضمة، يعني إذا تلاها فعل لازم، إذا تلاها فعل متعدي استوفى المفعول، إذا تلاها فعل ناقص استوفى الخبر. إذا تلاها الموضوع بشكل ثاني، مستهمة أنه على أساس أنه هي إذا كانت بمعنى من، وللعاقل أخلي لها ضمة. لا لا, لا 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 حسب الموقع. إذا جاءت تعرب مفعول به تلاها فعل متعدي لم يستوفى المفعول، مفعول أضع أضع فتحة، مفعول مطلق. إذا سبقت بحرف جر أضع كسرة، لأن الأي معربة تظهر عليها الحركات الإعرابية عكس بقية الأسماء الأخرى، أسماء مبنية. أما الأي لماذا أقول عنها معربة؟ لأن تظهر عليها الفتحة والضمة والكسرة، وملازمة للإضافة، فقط في حالة واحدة لا تضاف، إذا جاءت الأي وإجا فوقها تنوين، أقول أيًا أو أيٍ أو أيًا أو أيٌ. إذا جاءت بتنوين الفتح، بتنوين الكسر، بتنوين الضم، لا تضاف، لأن المنون لا يضاف. العفو أستاذ رعد، أنا افتهمت شو مقصدها. باباتي أنت قصدك أنه إذا كانت أي تعرب بحسب إعرابات المجموعة الأولى الدالة عن العاقل وغير العاقل، غير قصدك؟ أي أنا فهمت قصدك. بابا إذا كان دلالتها دلالة عاقل وغير عاقل، فهي تعرب إعرابات من وما العاقلة وغير عاقلة، يعني تنعرب مبتدأ إذا إجا بعدها نكرة، وتعرب ايضا مبتدا اذا تلاها فعل لازم او تلاها فعل مبني للمجهول، يعني نظام او تلا، بمعنى انه تعرب اعرابات من وما الداله عن العاقل وغير العاقل. قد تاتي داله على المفعوليه الظرفيه، يعني ظرف الزمان والمكان، اذا تلاها فعل تام او تلاها فعل ناقص استوفى خبره، او بمعنى انه تنعرب هنا مفعول مطلق داله على الحدث اذا تلاها مصدر ماخوذ من لفظ الفعل، مثل ما ذكرنا قبل قليل وكم سعيا سعيت وأنت كف، هنا تنعرب مفعول مطلق. إذن بمعنى أنه أي إذا كانت دالة عن العاقل وغير العاقل فتعرب إعرابات من وما، إذا كانت دالة عن المفعول في ظرف الزمان والمكان تعرب إعرابات متى وأين وأيانا. كم نفس الشيء باباتي، كم نفس الشيء سواء كانت هنا خبرية أو استفهامية. بس خلنا نأخذ هذا الاتصال. ملاك من كربلاء، تفضلي بابا ملاك. هذا سؤال. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي بابا. كان عندي سؤال ولكن. تفضلي. قوله تعالى قال وما علمي بما كانوا يعملون. يقول ما نوعهما هنا هاي بما بالأجوبة مكتوب نوعها موصولة. هي المفروض مو نافية غير عاملة لأنه تراها فعل ماضي ناقص. الأولى والثانية بابا، الأولى والثانية. وما بما وما ظني بما كانوا يعملون، مو باباتي بالذي هاي الثانية موصولة بابا، صحيحة ما تسبق بحرف جر. بعد هي فعل ماضي كانوا، ما لها علاقة. لا ما لها، ماكو يعني صلة بين النافية وبين الموصولة هنا باباتي، لأن مسبوقة بحرف جر هسه. نعم. باء لو حذفت يعني النافية ما تسبق بحرف، هي طبعا ما تسبق حرف. نعم. وإذا حذفت الألف تصير استفهامية بما. إيه نعم أعرف. نعم. إيه. بما. سؤال ثاني. نعم. تفضلي بابا سؤال. كل فعل مجزوم هو فاعل ضمير مستتر. نعم عيد السؤال. كل فعل مجزوم هو فاعل ضمير مستتر. كل فعل شنو؟ مجزوم. 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 نعم. كل فعل مجزوم. فعل ضمير مستتر يكون.
فاعله ضمير مستتر. يكون ضمير مستتر. عندنا الفاعل المستتر وجوبا باربع حالات فقط مع الفعل المضارع. اذا بدا بالهمزه فاعله مستتر وجوبا تقديره انا، اذا بدا بالنون فاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، اذا بدا بالتاء وللمذكر وليس للمؤنث فاعله ضمير مستتر تقديره انت، وفعل الامر للمفرد المذكر المخاطب المسند للمفرد المذكر هذا فقط فاعله ضمير مستتر وجوبا. واضح بابا. مرحبا. شكرا لاتصالك بابا. العفو استاذ على لام التوكيد الطالبه من كربلاء مريم. نعم. باباتي احنا بالنسبه لنا مريم من كربلاء حول سئلت حول لام التوكيد، طبعا هي حرف مفتوح يكون لا محل له من الاعراب. هذه اللام لها مواطن، الموطن الاول انه تدخل على المبتدا تسمى لام الابتداء. نعم. مثال على ذلك لكلمة طيبة خير من صدقة، هذا أولا. هي سئلت على اللام المزحلقة، اللام المزحلقة أستاذنا العزيز باباتي مريم هذه تدخل على خبر إن يعني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي خسر، هذه تسمى لام المزحلقة تدخل على خبر إن يعني الخبر إن. عندنا سئلت على لام الموطأة للقسم، طبعا هي ما موجودة بالكتاب لكنها موجودة بالتمرينات بالتمرينات موجودة. بابا تدخل هاي اللام الموطوءة للقسم أو المشعرة بالقسم. نعم هذه تدخل على إن الشرطية، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه اللام تسمى لام المشعرة للقسم أو الموطأة للقسم. أستاذنا العزيز أحسنتم، حياك الله صار. شكرا جزيلا. يمكن بتنا نور الهدى يمكن سئلت على كم وضحها الأستاذ. نعم. نفس الأي تماما، نفس الأي تماما، تأتي للعاقل ولغير العاقل، تعرب أعراب منه ما وتعرب أعراب متى وإن إذا جاء بعد التمييز ظرف زمان أو مكان، وتعرب مفعول مطلق إذا دلت على الحدث، وهذا الأمر يعود إلى إذا كانت خبرية أو استفهامية. نفس الترتيب. نعم. أحسنتم. فقط الدلالة تختلف. عندي أيضا موضوع جدا مهم السبورة ذا. يا ريت السبورة نحتاج هذا الشيء. عفوا استاذ اذا عندك توضيح على بعض الاشياء اللي ذكرناها. نعم يعني حول بالنسبه للاسئله يعني اطلبه من الطالب، يعني مثل ما تفضل الاستاذ رعد، اول امر يقوم به الطالب طبعا قراءه ما يحفظه من ايات قرانيه. السبب انه تهدئه للنفس. بعد الورقه الاسئله يجب ان تقرا مره واثنين، ومثل ما ذكرت قبل قليل أنه تشخصون الأسئلة البسيطة ومن ثم تدرجون نحو الأصعب. أول ما تبدي بالأدب، الأدب أستاذنا العزيز يعني أنا أشبه كيعني مادة تتسامى، يعني تتحول من حالة صلبة إلى غازية بدون ما تمر الحالة السائلة. شلون؟ صراحة تنسى. يعني تنسي قصدك أي تنسي. فالطالب يعني إذا كان مثلا قاري الأدب خاصة قبل ليلة الامتحان يحاول قدر الإمكان أنه يحافظ على ما حفظه خلال الليلة الماضية، فبلش بالأدب حتى ما تتخربط عليك الأمور اللي حفظتها، ومن ثم تبلش إن شاء الله بالقواعد. آخر شيء تخلي الإنشاء، والإنشاء أوصيك بالإنشاء، اعتني بالإنشاء باباتي، درجة الإنشاء 20 درجة يعني مو قليله. أيوة. زين الطالب يعني اعتني بالخط بالفكره تنظيم الورقه وسبق وان ذكرت انه لا تكتب سطر تحت سطر، لا افتح المساحه، اجعل من بدل ما تكتب صفحه ونص من تكتب بين سطر وسطر راح يكون ماذا؟ راح يكون عندك المساحه مفتوحه، يعني تصبح 3 صفحات عندك بدل ما صفحه ونص تصبح 3 صفحات. الامر اللي يجعل من المصحح يعني بين قوسين انه يرتاح نفسيا. ان شاء الله نتمنى لهم الموفقيه. ان شاء الله ان شاء الله رحله يعني ان شاء الله نقول شارفت علينا انتهى، وان شاء الله الله جل علاه كل جهودكم ان شاء الله بالخير والمعدلات العاليه ان شاء الله. العفو استاذ رعد كملت هذا الموضوع مهم جدا جدا اللي موجود تحويل الجمل المثبتة إلى منفية. نعم. يعني أقدر أجزم جايب الأسئلة. إن شاء الله
حضر الضيف، كيف أنفي هذه الجمل المثبتة اللي أمامي؟ فعل ماضي حسب الأزمان، حضر الضيف، كل فعل ماضي إذا أريد أنفي أنفي بلم، وأقلب طبعا الفعل الماضي إلى مضارع، قل لم يحضر، حضره فعل ماضي، نفي متحقق، قد حضره، قد زائد ماضي، قد زائد ماضي، عندي قد زائد مضارع، انتبه عزيز الطالب، قد زائد فعل ماضي انفي بلما، لما يحضر. الفعل المضارع هنا كل فعل مضارع زمن الحال والمستقبل، والأداة اللي تختص به هي لا. ألاحظ هنا عندي قد زائد فعل مضارع يختلف عن قد زائد فعل ماضي، قد زائد مضارع أنفي بلا فقط، قد لا يحضر الضيف، سوف حروف استقبال، واللي ينفي المستقبل هو لن، لن يحضر. لن يحضر. النقطة المهمة اللي جاءت بالوزاري قبل كم سنة صار علي حولها لغط، معطيني كان الجملة المنفية وريد المثبتة. هنا الضيف حاضر جملة اسمية، هنا عندي جمل فعلية، الجمل الاسمية انفيها بليس وما، العامل عمل ليس، فأقول ليس الضيف حاضرا. ليس ترفع الأول تنصب الثاني فعل ناقص، وممكن أن أقول ما الضيف حاضرا. جملة اسمية عبارة عن مبتدأ وخبر بدون أداة توكيد، بدون أداة توكيد. لكن لاحظ الجملة الثانية، إن حرف مشبه يفيد التوكيد. نعم. إذن أصل الجملة اللي معطيها في السؤال الجملة المثبتة فيها توكيد، إذن النفي يجب أن يكون فيه توكيد أيضا، فأقول ليس الضيف بحاضر، أضع الباء الزائدة للتوكيد حتى أبقى محافظ على قوة التوكيد وزمنها، أو أقول ما الضيف بحاضر. السؤال اللي جاء بالوزاري هذا قال ليس الضيف بحاضر، أو قال ما الضيف بحاضر، قال أثبت الجملة. إذا تثبت الجملة لازم تضع إن الحرف المشبه الذي يفيد التوكيد. أحسنتم أستاذنا، شكرا جزيلا. نشكر حضوركم أستاذنا و الإفادة الكاملة لأبنائنا إن شاء الله الطلبة. أعزائي طلبتنا، طلبة الصف السادس الإعدادي، في نهاية حلقة هذا اليوم لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين، الأستاذ رعد الهلالي والأستاذ عبد الأمير الموسوي. تقبلوا تحيات كادر العمل في قناة كربلاء الفضائية، وتحياتي أنا مقدم البرنامج على نصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.